بشرف النهارده بوجودي مع يعني معالي وزير الصناعه سيد محافظ القاهره وايضا طبعا قيادات الهيئه العربيه للتصنيع علشان نفتتح مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات في الهيئه العربيه للتصنيع. وخلينا اقول النهارده ان الواحد الحقيقه سعيد جدا 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 لان هذه الخطوه وافتتاح هذا المركز شديد الاهميه لتعميق وتوطين الصناعه المحليه، وهو الهدف اللي يعني وجه بيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومه وكل اجهزه الدوله ان احنا نشتغل عليه. اللي احنا النهارده موجودين في هذا المكان عشان نعرف بس اهميته، ان هذا الصرح الجديد هو يحتوي على احدث واعقد الماكينات اللي وصلت اليها التكنولوجيا العالميه في تصنيع كل مكونات حاجات كتيره قوي، ومنها وهو الاهم بالنسبه لنا احنا يعني بحكم العمل الكبير اللي مصر بتعمله موضوع مضخات وطرمبات المياه اللي بتستخدم في محطات تنقيه المياه، محطات الصرف الصحي، محطات الصرف الصناعي. وده طبعا يعني في اطار طبعا المشروع القرن مبادره حياه كريمه، احنا النهارده يعني احتياجاتنا من الطرمبات يعني ارقام هائله سنويا، يعني احنا بنحتاج على الاقل مش عايز اقول الرقم ولكن من 2500 الى 3000 طرمبه سنويا. الطرمبات دي كلها كنا بنستوردها قبل كده، وحضركم تتخيلوا العبء الدولاري اللي ممكن يبقى علينا. عشان كده يمكن كان توجيه فخامه الرئيس ان احنا داخلين في هذا البرنامج العملاق اللي هيستمر بعض الوقت، والاهم ان بعد ما بنخلصه هيبقى هناك دائما حاجه لاعمال صيانه وتغيير قطع غيار وتجديد واحلال للطرمبات، فمش هينفع ان احنا نفضل نعتمد على المكون الاجنبي وان احنا نستورد، لازم هذه الصناعه تبقى موجوده عندنا. عشان كده يمكن النهارده حضراتكم تابعتوا وانا يعني كنت سعيد جدا وانا يعني بستمع للشرح وبنشوف المكن وازاي المهندسات والمهندسين التابعين لمصنع المحركات بيعرضوا لنا احدث هذه الماكينات وازاي انها بتشتغل. بنتكلم على وفر في الوقت وفي الجهد ارقام كبيره جدا. بالنظام التقليدي كنا بنقدر ان احنا ننتج من اكتر من مصنع ممكن يبقوا متفرقين 25 طولمبه في الشهر. النهارده احنا بنوصل بهذه التقنيات الى 200 طولمبه في الشهر، يعني 8 اضعاف. وفي مكان واحد بيتعمل فيه كل حاجه، وبالتالي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه قد ايه التقنيات الحديثه وتاهيل شبابنا وان يبقى عندنا هذه النوعيه من المصانع والبنيه الاساسيه، هو ده اللي يخلي الدوله المصريه قادره على الانطلاق وتنفيذ المشروعات العملاقه. والحقيقه جنبا الى جنب مع هذا الكلام، في النهارده شفنا نماذج لمحطات نقدر نقول عليها انها مصممه محليا عشان تتواءم مع ظروفنا. محطات زي محطات صرف صحي صغيره تنفع للعزب والتوابع، يعني محطات لمعالجه الصرف الصناعي برضو لبعض المناطق اللي بتبقى بعيده، وهكذا محطات لتحليه الميه ومعالجه مياه الابار اللي بتبقى نسب الملوحه فيها عاليه. ده جنبا الى جنب بقى مع اغراض صناعيه اخرى كتيره جدا النهارده ممكن هذا المكان والصرح العملاق ان شاء الله هيشتغل عليه. النقطه الاخرى وهي المهمه الحقيقه ان كل ده بياتي في اطار النهارده يعني تصارع خطى الدوله لتشجيع ودعم الصناعه. يمكن كان في اجتماع يعني من ايام قليله جدا مع معالي وزير الصناعه وهو بيعرض عليا ملامح استراتيجيه تنميه الصناعه المصريه، وطبعا مضاعفه الصادرات المصريه في قطاع الصناعه على الاخص، وبنتكلم على حجم كبير جدا من العمل والخطوات اللي الدوله المصريه النهارده بتعملها. احنا فعلنا موضوع الرخصه الذهبيه، ومنذ يعني الاسبوع ده اعتمدنا اول يعني كنا اعتمدنا قبل كده رخصه واحده، لكن مره واحده اعتمدنا في الاجتماع السابق 8 رخص، وهيبقى تقريبا بصوره اسبوعيه في عرض على مجلس الوزراء للاسراع باصدار التراخيص اللي هي والمشاريع اللي تتمتع بمنظومه الرخصه الذهبيه. وكل ده هدفه هو دعم الصناعة المصرية والإسراع بتوطين وتعميق الصناعة المصرية في خلال المرحلة القادمة، لأن الأزمة العالمية اللي موجودة النهاردة بتعلمنا إن إحنا ضروري جدا يعني حتى مع إن شاء الله هذه الأزمة هتنتهي سواء طالت أو قصرت، إن إحنا لازم يكون هناك اعتماد شبه كامل ذاتيا على تصنيع وصيانة
وتجديد المعدات بتاعتنا علشان نقدر ان احنا نواكب عملية التنمية المتسارعة اللي بتتحرك فيها مصر ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم وبشكر مرة اخرى كل القائمين على هذا المصنع، والحقيقة سعدت جدا بشرح الشباب المهندسات والمهندسين المصريين، الحقيقة يعني كلهم نماذج تفرح وربنا يوفقهم ان شاء الله. شكرا لكم، متشكرين.